الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسأل يقول يعني وضع المنبه لصلاة الفجر لكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ثم بعد لما استيقظ يعني خلنا نقول في السبع مثلا قال خربانة خربانة أرد أنام للعشر هكذا، إيه يقول ما حكم ذلك؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا هو الأصل، الإنسان يصليها إذا ذكرها، ولكن التأخير اليسير هذا إذا كان هي فائتة أصلا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر مع أصحابه وتوقفوا في آخر الليل فقال لهم من يحفظ لنا الفجر، يعني من يكمل السهر نبي ننام، من مستعد يسهر حتى لا تفوتنا صلاة الفجر، فقال بلال أنا يا رسول الله، فقال أنت وناموا وشوي ولا ينام بلال رضي الله عنه، وما استيقظ النبي إلا مع حر الشمس يا طالع الشمس، فالنبي قال ما هذا يا بلال يعني أنت قلت ستحفظ لنا الفجر ما هذا يا بلال، قال يا رسول أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم، يعني غلبت على النوم ما قدرت، حاولت لكن ما قدرت، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسكم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مكان قد حضركم فيه الشيطان فقوموا. المهم أنه لم يصلي في الوقت ذاته، مشى صلى الله عليه وسلم حتى ترك هذا الوادي إلى واد آخر، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام ثم صلى السنة ثم صلى الصلاة صلاة ربي وسلامه عليه. الشاهد من هذا النبي لم يصلي مباشرة، هذا القصد، وإنما غير المكان، فإن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل لا تصليها مباشرة، نعم، لأن النوم يجر النوم عرفان، وكان ممكن ما تقعد للساعة 4 العصر مو بس الفجر النوم يجيب النوم سبحان الله، فالأفضل مرة ثانية تقوم ندمان وضايق خلقك وتقوم تصلي وتستغفر وهذا يعني خلاص خربانة خربانة كنا ما فيها مبالاة يعني، نسأل الله أن يغفر لنا جميعاً.